السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ كي دارت صحيحتكم؟ نتمنى ان شاء الله تكون يا ربي اموركم بخير وعلى خير، وانتم تشوفوا هذا الفيديو ديالي. هذا بصراحه بغيت نعاود نهضر في نفس الموضوع اللي هضرت فيه، هو ديال هذا الفيروس هذا ولا هذا الوباء هذا اللي سلطوا علينا الله. نطلبوا من الله يرحمنا برحمته. اللي بغيت نقول للناس الله يسهل عليكم، الله يجازيكم بخير، جلسوا في ديوركم، الله يرحم الوالدين، جلسوا في ديوركم. هادشي راه ماشي ضحك، هادشي راه ماشي لعب، هادي راه ماشي عطله عينه ما نقولوها. تنتمنى من جميع القنوات، تنتمنى من جميع القنوات اللي في يوتيوب يهضروا في نفس الموضوع، يحبسوا الوصفات دابا ديال رمضان، يحبسوا الشهيوات. دابا حنا ماشي في الشهيوات، نحاولوا نوعيوا الناس بالدور ديالنا، لان هاد القناه هادي راه امانه انت عندك، كيف ما تتعلمي فيها الناس يتعلموا يطيبوا، يتعلموا يديروا شحال من حاجه، راه امانه في رقبتك بانك حتى انت توصلي هاد الرساله هادي، لان هاد الرساله هادي تتعمنا حنا كاملين. خصنا نوعيوا الناس بان خص الناس يجلسوا في ديورهم، خص الناس يحافظوا على النظافه، خص الناس يعلموا وليداتهم كيف يديروا، ينظفوا يديهم ملي يخرجوا، يسخروهم ولا يمدوا لهم شي حاجه، ولا يلعبوا في الدار بشي حاجه كيف يديروا، ولا يلعبوا في الكمبيوتر كيف يديروا، ينظفوا يديهم. الله يسهل عليكم، الله يجازيكم بالخير. هذه رسالتي للقنوات ديال الطبخ او القنوات ديال الوصفات ديال الجميل او اي قناه. نتمنى منكم تاخذوا اسبوع ديال هذا الموضوع هذا، ناخذوه بجديه، نوعيوا الناس الله يسهل عليكم. حبسوا الوصفات دابا، الناس ماشي في الشباكيه، الناس ماشي في العسل، الناس راه خصهم يستغفروا الله، الناس راه خصنا نرجعوا لله. هذا راه هذه رساله، هذه رساله من عند الله لينا. خصنا نفيقوا، راه ما بقى ما نعسوا، نغتنموا الفرصه. ما عرفناش واش غنكونوا من الاحياء ولا من الاموات، واش الله اعلم. نطلبوا من الله يرحمنا برحمته. هذه راه رساله لينا من عند الله، وفرصه لينا باننا غتجمعنا مع وليداتنا، مع الازواج ديالنا. ما بقاش داك الفراغ اللي كنا ولينا تنقصوا وقت كثير في الدار، نغتالموه، نصليو مجموعين. الحمد لله دابا ها نتوما كما تشوفوا حتى الجوامع تسدوا، حتى المساجد حتى هما تسدوا. هذه الفرصه، صليو مع وليداتكم جماعه. ملي يكون الزوج ديالك غيصلي، نوضي وقولي لوليداتك حتى هما ينوضوا يصليو، صليو جماعه، ردوا داك الحب وديك الالفه اللي فقدناها الصراحه، اللي ما بقاش تيتجمع معاش. هذه الفرصه اللي عندنا مع الاسر ديالنا الصغيره، وتنتمنى من الناس الله يسهل عليكم، جلسوا في ديوركم والله يجعل. حنا ما ناديوكمش، نتوما ما تاديو ناس، شيء ما يمشي عند شيء، الله يسهل عليكم. وسمحوا لي راه بعض المرات تنبقى ندخل ونخرج في الهضره، لان هادشي تيضر في الخاطر. تشوفي الناس واخدين هاد الفتره هادي كانها عطله، الناس باقيين تيخرجوا، الناس باقيين تيدوروا، واه لا اله الا الله، راه صافي، راه اليوم بحال دابا حنا اليوم، راه اليوم القايد والمقدم داو تيدوروا في الدروبه، تيقول جلسوا في ديوركم. شنو بقى؟ شنو بقى؟ وخصنا حنا نكونوا واعيين. دابا المشكل حنا الشعب ديالنا ما بغاش يوعى، باقي واخد هذا الشيء هذا كانه ضحك. هادشي راه ماشي ضحك، هذه راه رساله من عند الله لينا، وخصنا نفيقوا. الله يسهل عليكم، هذه رسالتي، تنطلب من القنوات اللي في اليوتيوب الله يسهل عليكم، حاولوا تهضروا في هذه المواضيع هذو، حاولوا تعطيو الناس وصفات اللي صحيه بالنسبه للناس في خارج المغرب مساكن، راه ما تيخرجوش بصفه نهائيه. عطيهم شي وصفات اللي ساهله، اللي يطيبوا لاولادهم وما في دارهم بالمواد اللي عندهم ساكن في دارهم، كاين اللي باقي ما خرجش يتقطى. الله يسهل عليكم، الله يجازيكم بالخير، بركه من الوصفات هذه. ماشي وقت ديال الشباكيه، هذه ماشي وقت ديال العسل، من هنا يجي رمضان، من هنا الرمضان يحل الله مدبر حاكم. دابا حنا في هذه المرحله ديال دابا، الله يسهل عليكم، عاونوا الناس بالتوعيه. هادشي اللي بغيت نقول لكم، عاونوا الناس بالتوعيه، وعيوا الناس، وعيوا الناس، وعيوا وليداتكم. وكل يكتب لائحه ويكتب فيها جلس في دارك، الله يسهل عليكم، ولا بارطاجيوها في الواتساب باش كلشي يستافد. الله يجازيكم بالخير، هذه هي الرساله ديالي ليكم، الله يجازيكم بالخير. وبالخصوص القنوات، انا تنهضر مع القنوات، الله يسهل عليكم، وقفوا الوصفات ديال رمضان، وديروا شي وصفات لي طبيعيه، شي وصفات اللي ترفع شويه المناعه عند الانسان. هادو هما الوصفات اللي غادي نحتاجو دابا، ما الشباكيه ولا العسل ولا هاد رمضان خبيه هادي ولا هادي، هادشي راه دابا ما صالحش. من هنا تما يحل الله، فعلا حتى حنا كنا موجدين وصفات، وكنا بشحال من حاجه باغيين نديرو، ولكن جا هاد الابتلاء من عند الله، صافي نحبسو، نوعيو الناس كيف ما قلت لكم. ورسالتي لكم، جلس في دارك، الله يجازيك بالخير، جلس في دارك، وانا نجلس في داري، وانتي جلسي في دارك، واخرى تجلس في دارها، باش ما نأذيوش راسنا وما نأذيوش الناس. نتمنى هذا الفيديو يوصلكم، الله يسهل عليكم، وتبارطاجيوه باش كلشي يستافد. الله يرحم الوالدين، والشعار ديالنا هو جلس في دارك انت وولادك، جلس في دارك انت وولادك، ما تأذيش الناس والناس ما يجيوش يأذيوك. يلاه البنات، نتمنى هذا الفيديو تبارطاجيوه، الله يسهل عليكم. وانت نطلب دائما، وهذه المرة الثالثة ولا الرابعة، القنوات الله يسهل عليكم بركة من الشهيوات ديال رمضان. عطيونا وصفات اللي تنفعنا في هذه الفترة هذه، في هذه 15 يوم اللي قاصين في ديورنا، ما تنخرجوا ما حتى شي حاجة. يلاه نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله.